متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم صارت أحوال جوية غير مستقرة في أجزاء من المنطقة الغربية، تحديدا منطقة المدينة المنورة، سواحل رابغ أيضا، حيث انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، عملت على هطول زخات متفرقة من الأمطار الرعدية. نستعرض تفاصيل أكثر في هذه النشرة التي سنبدأها بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت هذه الكميات من الغيوم المتوسطة والعالية، كانت عبارة عن غيوم رعدية فوق مناطق من ينبع وأيضا منطقة شمال رابغ وأيضا المدينة المنورة ومرتفعات المدينة المنورة بشكل عام. هي عبارة عن حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم. يوم الخميس يبقى الطقس حار في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة تكون أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، درجات حرارة 40 في أغلب مناطق المملكة، يكون الطقس أكثر اعتدالا فوق المرتفعات الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية. لكن يوم الجمعة ترتفع درجات الحرارة وتسجل المزيد من الارتفاعات خاصة في المنطقة الشرقية، منطقة الإحساء أيضا، الربع الخالي وأيضا منطقة تهامة مكة، حيث تكون درجات الحرارة في منتصف الأربعينيات مئوية. يوم السبت تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع، حيث تكون درجات الحرارة في أواخر الأربعينيات هذه المرة في أجزاء من المنطقة الشرقية، أجزاء منطقة الإحساء، الربع الخالي. تستمر أيضا درجات الحرارة المرتفعة في المناطق المنخفضة من تهامة مكة وأيضا تهامة المدينة المنورة. يوم الأحد بإذن الله أيضا تستمر درجات الحرارة مرتفعة في عموم المناطق خلال ساعات الظهيرة والعصر، تكون في أواخر الأربعينيات في المنطقة الشرقية والإحساء ومنطقة الربع الخالي وأيضا منطقة تهامة مكة، في حين تكون درجات الحرارة أربعينية في باقي المناطق باستثناء المرتفعات الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية مع 31 درجة مئوية، المحسوسة 31، الرطوبة حوالي 66%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. لا تغير الحالة الجوية، تبقى درجات الحرارة مرتفعة، أجواء مستقرة بشكل عام، تستقر درجات الحرارة على 43 درجة مئوية كحرارة عظمى خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، بينما تكون ما بين 32 درجة مئوية و 33 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.